هي مشكلة الراجل هنا زي ما قلنا ان الصورة نفسها ايه؟ مضلمة بزيادة. بص الجزء بتاع وشه بايظ خالص. انت عندك مشكلة انك لما بتروح تشتغل انت طول الوقت بتعمل ايه؟ بتدوس مثلا كنترول ال مثلا وتبدأ تشتغل، فايه اللي بيحصل؟ الصورة كلها بتغمق، يا الصورة كلها بتفتح، مش هو ده اللي انا عايزه. هو على فكرة انا لو وصلت ان انا فتحت الليفل كده، هي وش الراجل بدأ يبان على فكرة، بس المشكلة ان بقى الصورة حصل لها ايه؟ باظت. طيب مش احنا قلنا ان انا عندي حاجة اسمها adjustment layer وانها شغالة بطريقة المسقط؟ حلو، انا هروح اعمل adjustment layer اللي هي الايه؟ الليفلز، وهروح اعلي الليفلز زي ما انا عايز. هتقول لي ما فرقتش والله على فكره، هقول لك اصبر. دلوقتي انا عندي افكت متطبق على الصوره كلها عشان الماسك كله باللون الايه؟ ابيض. انا هاجي على الماسك وادوس كنترول اي اللي هي هتعمل انفرت للايه؟ للماسك. فكده الماسك بقى مش متطبق على حاجه خالص من الصوره. ساعتها اروح اجيب البراش واخليها باللون الابيض واجي اقول له طبقه بس على مين؟ على الوش. بس هنا هتحصل الكارثه. تمام، انه الموضوع ماله؟ تحس عامل زي البقعه. طب ده عشان الهاردنس ب 100%، نخليه بزيرو كده نشوف يمكن تفرق. ماشي هي هتفرق، بس بص بقت عامله ازاي برضو. لا مش بقعة، بس تحس ايه؟ يعني ايه؟ لا حد بيقول نور الايه؟ نور الايمان طالع من تمام بالظبط. مش حاجة طبيعية، في حاجة، في مشكلة. المشكلة عارف فين؟ ان انت لما جيت تطبق انت قررت تحط الافكت على الوش، مع ان الوش نفسه في تدرجات في الإضاءة ما بين فاتح وغامق، فأنت كان المفروض تراعي التدرجات اللي بين الإيه؟ اللي على الوش. طبعًا واحد قاعد دلوقتي يقول لك يا سلام يا عم بناقص، هقول له الصورة دي مش نافعة تتصلح. طيب بالمناسبة بس عشان تبقوا عارفين، الصورة دي كانت على الجروب على الفيسبوك بتاع مش فاكر تقريبا اسمه مصممين على الناصية او حاجة زي كده. تمام، واحد نزلها وبيسأل يعني هو عايز يعملها. تمام، هو اصلا مش ديزاينر، هو دخل على الجروب وطالب من الناس تحاول تشوف الصورة دي تتعمل ازاي، لانه هو يعني مش هتجيله فرصة تاني انه يروح يتصور في كده، فخلاص يعني هي لقطة وخلصت. وطبعا كله في الكومنتس حط الحاجة وقمت انا اعملها ومنزل لهم البتاع. طبعا كله ازاي انا خلعت وقمت ايه يعني حطيت الصوره وخلعت. تمام، طيب هي تركه بسيطه قوي، بس مش فكره محدش يعرفها، هو ما يعرفهاش غير الناس اللي شغاله في الريتاتش. يعني لازم يكون حد اشتغل في الايه؟ في الريتاتش بتاع الصور، وبالذات صور البني ادمين. مشاكل الوش عايز اقول لكم، انا قلتها لكم قبل كده، وش البني ادم اللي بيقعد يقول لك ايه دي بيضه ودي سمره وده مش عارف ايه. طب حضرتك ده كميه بقع بس عشان تريح دماغك. يعني فعليا احنا لما بنيجي نشتغل دي عباره عن كميه بقع، ولو جيب اي صوره تعجبك والاضاءه بتاعتها تمام و10 على 10 لوش بني ادم واعمل زوم ان لحد ما تبقى عباره عن ايه، واتفرج بقى على الايه شبكه الالوان حاجة زي الفل. فالفكرة ان اللي اشتغل في الريتاتش بيبقى عارف الازمة دي، ان انا عندي طول الوقت مش فكرة البراش، انا عندي المشكلة ان الوش نفسه درجات، انت كده خدتها درجة واحدة. طيب مبدئيا كمان مش صح انك تشتغل من الليفلز في الحاجة دي. طب ما دي المفروض اشتغلها منين؟ انا هنا مش محتاج ان انا اشتغلها من الليفلز،
عندي اوبشن تاني اسمه كيرفز. فانا لو جيت في الكيرفز ديت بحط نقطه في النص كده وابدا اعلي الكيرف شويه. بص كده حتى تحس ان الايه وشه بدا ايه ينطق والضحكه تبان، الجزء اللي بتاع العين ده بدا يبان، صح؟ بس طبعا هتبقى نفس المشكله ان الافكت اتطبق عليه. نعم، الافكت اتطبق على الصوره كلها. طيب خلاص تمام، انا هروح على الماسك هنا كنترول اي وهاجي استخدم البراش في اني اطبقها على ايه؟ على الوش بس. هنا فرقت عن الليفل، ها؟ بس برضو تحس كانه ايه؟ ما فيهاش فكره الريلاستيك او اللي هو الواقعيه، الانتقال الطبيعي لدرجات الاضاءه على الوش. طيب انا هريحك، انت عارف انت عشان تجيب درجات الانتقال الطبيعي بتاع الوش محتاج ايه؟ تعمل ماسك عليه النيجاتيف بتاع الصوره. شفت النيجاتيف اللي هو العفريته بتاعت الصوره اللي هو في بيبقى في الفيلم الافلام القديمه دي بتاعت زمان، تمام؟ انت بقى محتاج تعمل ماسك بالشكل ده، اقعد بقى ارسمه. طبعا يبقى باني عنه مترسم، هو انت مش محتاج ترسمه اصلا، هو موجود بس موجود في زخنيق كده جوه الفوتوشوب. اوبشن اللي هو بتلاتة شيلين. ازاي؟ بص انا هنا مش محتاج ان انا اقعد اعمل، انا خلاص عندي الماسك فعلا، تمام؟ كل الموضوع ان انا اجي على الماسك من قائمة image اقول له apply image. apply image. التريك اللي في الموضوع هو كده هيعمل ايه؟ هياخد نفس الايمج يعني. طب خلينا اوريها لكم. انا لو قلت له على كده قلت له ايه؟ اوكي. احنا كان المفروض نسيبها باللون الابيض، تمام. ايمج وهقول له ابلاي ايمج، تمام، واقول له اوكي. بص الصوره اختلفت شويه، ها؟ بس مش هو ده اللي انا عايزه. ليه؟ هقول لك. ده شكل الماسك يا جماعه، ده الماسك اللي نزل. انا كده نقلت على الماسك، دي صوره الماسك فعلا مش الصوره، خلاص. ده شكل الماسك. طيب ايه المشكله؟ المشكلة ان دي الصورة كأنها ابيض واسود، كأنها جري سكيل، مش ماسك، مش حاجة مرسومة. الحاجة المرسومة دي بتطلع ازاي؟ انا فاهمك اللي هو فكرة النيجاتيف. دي صورة عادية النيجاتيف بتاعها اللي هو ده، وصلت؟ هتلاقي ان النيجاتيف هنا عباره عن ايه؟ انتقالات بقى للابيض وللاسود، تمام؟ او غامق وفاتح يعني بمعنى ادق. طيب المفروض ان انا اعمل هنا ايه؟ كان المفروض اعمل انفرت. ازاي؟ وانا بعمل ابلاي ايمج هلاقي ان انا عندي اوبشن هنا هو اسمه ايه؟ انفرت. اعلم عليه. اعتقد ان احنا بدأنا نشوف الفرق من دلوقتي، ها؟ ايه رأيكم في النتيجة دي؟ شكل الالوان وطبيعية جدا ولسه ما خلصناش، بس انا عايز اوريكم هو احنا ايه الماسك. بص الماسك دلوقتي عامل ازاي. طب تعالى نروح نشوف الماسك اللي نزل شكله ايه. بص الابيض والاسود على الوش، الحته الغامقه، الوش الناحيه دي ما فيهوش مشاكل قوي، الاضاءه فيه مختلفه، انما ان الناحيه دي الاضاءه فيه ضربه قوي، فمحتاج الابيض يبقى عالي ويبقى فيه انتقال
يعني حتى هو مش اسود وابيض. انت دايما لو انت ماسك البرش هتجيبها ايه؟ هنا اسود هنا ابيض. انما بص لا، انت عندك الوش شايف الانتقال حتى في الجزء بتاع العين، شايف الانتقال بتاع الرسمة. فهنا الماسك يبان طبيعي. ما خلاص بقى تمام. فالماسك هنا يبان ايه؟ طبيعي. تمام. طيب واحد يقول لي بس يعني في نتيجة افضل من كده؟ اه طبعا، يعني لو احنا هنكمل بخطوات تانية اه هنوصل لنتيجة افضل من كده طبعا. طب يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن يجي واحد يقول لي تعالى نعمل الليفلز مثلا عشان اقدر ابين الالوان، لان الالوان في الجزء بتاع الكؤوس ده مالها؟ راحت. جميل. يعني انا هنا مثلا لو انا خفيت الليفلز، بص لو طلعت الليفلز، بس المشكله الليفلز رجعتني تاني ايه؟ اغمق الدنيا. ما هي الليفلز طبيعتها انها بت ايه؟ بتغمق. طبعا هنا انا طول الوقت عندي مشكله ان اتعامل مع الادجستمنت بشكل مباشر، هيعمل لي طول الوقت ازمه. طب المفروض اعمل ايه؟ الطبيعي ان انا هروح على الصورة دي نفسها، عندي فلتر اسمه كاميرا رو فلتر. بس قبل ما اطبق على دي عايز اروح اطبقه على الصورة ديت واشوف هو بيعمل ايه. بص الصورة دي الاضاءة تمام وعشرة على عشرة ومفيش مشكلة، يعني ممكن الجزء بتاع الخضرة اللي قدام ده غامق شوية، تمام كل ده مفيش فيه مشكلة. بس في ازمة في الصورة دي، ملامح الصورة تحس انها بلورنج شوية نتيجة ان الصورة متاخدة في مساحة ايه؟ واسعة. ده طبيعي لازم يحصل في العدسة. طيب لو انا رحت طبقت الفلتر بتاع كاميرا رو، طبعا افتح الباك جراوند هنا، فلتر كاميرا رو بيبدأ يديني اوبشنز مختلفة شوية. تمام. بيتعامل فيها بطريقة مختلفة خالص عن اللي موجودة عندي. يعني مثلا الاكسبلوشر هنا ده اللي هو الاضاءة، لو انا عليت بص كده الدنيا عاملة ازاي، لو انا خففت ده على حسب انت اللي بتتحكم. طيب الكونتراست احنا عارفينه. تمام. طيب الهايلايتس الاضاءة بتاعت الصورة لو انا عليتها، بس ده جه على حساب مين؟ السماء. فانا هعمل ايه؟ بالعكس انا هقلل الهايلايتس قوي عشان شكل السماء ايه؟ يبان. الشادو لو انا عليت الشادو كده ايه اللي حصل في المساحة اللي قدام؟ وشايف كمان بدأت تبان لها ملامح. ها؟ طيب الوايتس اللي في الابيض لو انا خففته كده متهيألي حتى الطقم اللي الست لابساه بدا ايه؟ يبان له ملامح. ما هو الابيضات دي كانت نتيجه الاضاءه اللي ضاربه مبوظه التقليمه حتى اللي في البلوزه. تمام. طيب البلاكات اللي هي العكس بقى، تمام، لو انا حبيت ازودها او اقللها انت شوف ايه الافضل بالنسبه لك. انا مثلا شايفها كده. وبعدين الطبيعي بقى انه اللي بيحصل موضوع ملامح اللي ضايعه دي على طول بظبطها من الكلاريتي. اول ما اجي اعليها كده حد فاهم ايه اللي حصل؟ بدأت كل حاجه توضح تبان. ولو بنتكلم على ملامح بني ادم هتبدا ايه؟ تبان، تبقى واضحه. خلاص. طيب بس انت الصورة ما قعدت تلعب كده حصلت فيها كارثة، بقت عاملة زي ما تكون اتش دي ار، عارف اللي هو الافكت الوانها وبتاع. جميل قوي. عندك حاجتين، الفيبرانس اللي هي الالوان تقدر تهدي منها الدنيا شوية،
خلاص. وعندك الساتوريشن تقدر كمان ايه تهدي منه فتطلع الصوره بالشكل ده. حد فاهم حاجه؟ ايه مين اللي قال ده؟ ماشي تمام خلاص. فالفكره كلها ان انا ايه اقدر عن طريق الكاميرا رو اظبط الدنيا تمام. طيب وهناخد مثال تاني على الكاميرا رو ما تقلقوش، انا بس حبيت ان انا افتحها هنا عشان لما اجي اطبقها على المثال بتاع صوره الراجل الناس بس ما تبقاش مستغربه احنا بنعمل ايه. خلاص ده فلتر في اوبشنز خاصه بالادجستمنت معظمنا بيلجا ليها. معظم الفوتوغرافرز اللي بيشتغلوا بتشوفوا صورهم على النت والفيسبوك والكلام من ده بيشتغلوا بحاجتين، كاميرا رو تمام ولايت روم. كاميرا رو ده فلتر جوه الفوتوشوب، اللايت روم ده برنامج زي الفوتوشوب عاملاه ادوبي ما بيعملش اي حاجه غير التحكم في الاضاءات بتاعه الصور وتصليح اضاءات الصور. يعني اللي هو عنده بقى اوبشن في موضوع احنا هنا الاوبشن مثلا بتاعت الاضاءه ايه، الكيرفز البلاكس الشادوز الوايتس، لا هناك بقى العمليه فيها ايه، لا اوبشنز اعلى يعني. خلاص هو اللايت روم معمول تحديدا عشان يتعمل بيه ريتاتشنج للاضاءه بتاعت الصور، يعني مش ريتاتشنج للصور، هو اصلا ما بيشتغلش غير على ايه اضاءات الصور، حتى هم ادوبي مسميها ايه لايت روم حجرة الإضاءة يعني تمام. اللي هو هم عملوه بديل، لو حد فيكم بيتفرج على الأفلام القديمة كده للأوضة بتاعت التحميض بتاعت الأفلام بتاعت الصور اللي هي كان منورة نور أحمر كده ومش عارف ايه، هم دي اللايت روم اللي هم يقصدوه تمام. طيب فهنا بنفس الطريقة بتاعت اللي احنا عملناها على الصوره دي انا عايز اروح اعمل الكاميرا رو فين على الصوره دي عشان ابدا اصحح بقى مشاكل الايه اللي ظهرت عندي. بس خلي بالك في مشكله طول الوقت بتقابلني، ان انا لو طبقت الكاميرا رو فلتر وبعد ما دوست اوكي اكتشفت مثلا ان انا عايز ايه، بدل ما هنا كانت 2 اخليها 3، بدل ما كانت 4 اخليها 5، ما عنديش حل غير ان ادوس كنترول زد وتراجع. لا انا اقدر اشتغل على حاجه اسمها سمارت فلتر. فاكرين السمارت اوبجكت؟ انت كل الموضوع هو فعليا ما فيش حاجه اسمها سمارت فلتر بالمناسبه خلاص. بس احنا بنعمل ايه؟ بنعمل اللاير نخليها كونفرت تو ايه واروح اطبق الفلتر. يعني خليني اقول لك انه اي فلتر مثلا اللي هو الكاميرا رو فلتر حاجه طبق، هبدا اتعامل مع الصوره هنا. هل انا عايز اعلي الاكسبلوشر شويه كده؟ ماشي كونتراست هايلايتس لا شادو هعلي الشادو كده وايتس سيكا ليكس وعلي الكلاريتي. حد شايف الكتابة هنا على ال ظهرت؟ ها كانتش موجودة اصلا، كانش في كتابة ولا احنا شايفين ان في كتابة. ماشي واجه اقول له ايه، ممكن بقى الفيبرانس هنا اقلل منها حدة الالوان شوية مع الساتوريشن واجي اقول له اوكي تمام. بس هو عشان احنا هنا طبقنا ال ده طريقة تانية ان انا اقدر هنا اعمل ايه. طب افرض لا انا كنت عايز اشتغل بالطريقة بتاعت الابلاي ايمج وكل الموضوع اوضح الايه المعالم بس تمام ما اختلفناش، يبقى انا كل القصه حاجه اعمل ايه محتاج بقى اعدل الايه السمارت فلتر. طبعا الفكره ان الفلتر طالما بيتطبق على سمارت لاير تمام
بينزل اقدر اجي عليه اعمل دبل كليك كده يقوم يفتح لي مش ده يفتح لي ايه الفلتر اقدر اعدل فيه. انا هنا كانت مشكلتي كلها ان انا محتاج ايه هرجع كله للزيرو وهقول له بس انا محتاج الكلاريتي هي اللي ايه تعلى معايا عشان يوضح لي الحاجه. ولما هروح ادوس اوكي انا كده كده عندي ايه الجزء بتاع الابلاي ايمج اللي انا عامله فتح لي الاضاءه بتاعتي تمام. الفكره ان انت هنا الصور اللي زي دي بتحتاج طول الوقت بس خلي بالك هي دي صوره رخمه اللي هو انت مشغل فيها وانت عارف ان انت اقصى نتيجه هتوصل لها 50% عشان نبقى ايه صرح ده لو انت شاطر قوي. على عكس في صور تانية اللي هو بقى ايه زي مثلا الصور اللي بتطلعوها في رحلة فتلاقي مثلا كل القصة ان عليها ايه مغمقة شوية مش عارف ايه اللي هي ما بتبقاش فيها كمية الايه المشاكل دي. عايز اقول لك ان انت لو اشتغلت بطريقة الابلاي ايمج والكارفز دي انت هتطلع من الصورة دي ابداعات او بالكاميرا رو هتلاقي نفسك عملت صورة وطلعت الدنيا ومفيش فيها اي مشكلة خالص تمام خلاص. يعني زي بالظبط فكرة ايه لو انا مثلا عايز اشتغل على صورة زي دي وابين الاخضر اللي هنا والكلام ده كله خلاص الموضوع هنا هيبقى سهل. ليه؟ انا كل اللي هعمله ان انا هروح اطبق الكيرفز اهي تمام. هنا الاخضر قدام بص بدا يوضح ازاي بس المشكله ان فوق الست بالسماء حصل ايه خلاص نورت اللي هو ده قربت ابيض ما يبقاش فيه ملامح. طيب فانا عايز الماسك يتطبق هنا فهروح اقول له وانا واقف على الماسك ده ايمج ابلاي ايمج واهم حاجه ان انا انشط ايه انفيرت تمام. حد واخد باله كده ايه اللي حصل هنا الدنيا حصل فيها ايه ده. انا عايز اقول لك كمان انت كمان من ضمن الحاجات تقدر تتحكم في البلندنج. يعني هو البلندنج مالتي بلاي انت لو اشتغلت على الكالر بيرن بص النتيجه هتكون عامله ازاي لو اوفرلاي لو سوفت لايت يعني البلندنج كمان ممكن ياثر معايا على الايه على النتيجه اللي انا عايزها تمام. بس عاده احنا بنستخدم الايه المالتي بلاي او الدارك يعني حاجه من الاثنين ماشي وحاجه اقول له اوكي هنا فهتنزل لي بالشكل ده هلاقي ان الموضوع بقى اسهل كتير من الصوره الثانيه النتيجه بانت معايا بسرعه وهكذا تمام. طيب لو انا النتيجه مش مرضيه او شايف ان هي لسه فاتحه او 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 اعمل ايه ولا حاجه الفلتر لما كنت بتطبقه وعايز تكرر تزود التاثير بتاعه بتكرره. عايز اقول لك ان انت ممكن تروح هنا تاني تقول له ايمج وتقول له ايه ايه ده تاني فوق اللي موجود يا عم الحاج والله عادي اهو حد شايف الفرق اللي بيحصل يا جماعه ايمج واقول له ايه ها حد وصلاله لما كررنا النتيجه اختلفت. عايز اقول لك انت لو عايز تشوف الفرق ده اصل الصوره اهو وده عشان تفهم الفرق كويس قوي سيبك من الصوره كلها انساها ركز لي بس في الجزء اللي هو بتاع الورق الاخضر ده بالنجيله اللي هنا تمام كده ده اصل الصوره بالظبط. شايف هنا كميه الشادو اللي موجود هنا
شايفه؟ بص كده مجرد ما بين الإفكت بتاعي وعلى شر الدنيا طبيعية جدا بنفس درجات الإضاءة بكل حاجة. ليه؟ لأنه أساسا ده شكل الماسك اللي متطبق دلوقتي على ال... هي الفكرة ان انا لما زودت الابلاي ايمج انا ما كانش عندي مشكلة في الجزء اللي فوق ده اصلا، ولا في وش الست ولا الكلام ده، كانش عندي مشكلة. انا المشكلة كلها كانت فين؟ هنا رخر هنا، هتلاقي هي دي اللي لونها ايه؟ فاتح. لان هي دي اللي كان فيها المشكلة. طبعا انت عايز تقولي ان انت كان ممكن تستخدم البرش وترسم ماسك بالانتقال التدريجي ده وتجيب النتيجة بالظبط. طبعا كده الموضوع اللي انت كنت متدبس فيه بتاع ارشيف العيلة ده متهيألي زبط جامد، ها، حللك ازمة كبيرة الحوار دوت. تمام، عايز تجرب الحوار ده طول الوقت، هات صور بايظة او صور قديمة او مش عارف ايه وابدأ اشتغل عليها. عرفت ليه؟ انا لما كنت حد كان مش فاكر بيقول لي الصور وبتاع، قلت له يا عم صورها انت، لما كنت بتساليني قلت لك صوريها بالايه، انا ما عنديش مشكله ان اصور بالموبايل بس وتبقى الاضاءه بعيد كده، هتطلع في مشاكل في الاضاءه بس ما عنديش ازمه، لان المشكله اللي هتطلع اتفه من ان اشغل بالي بيها، لان انا هعملها بالكليكتين وخلاص على كده. تمام، التريك دي من التريكات المهمه قوي قوي، وعلى فكره في ناس كتير ما تعرفهاش رغم ان هم بقالهم سنين شغالين على الفوتوشوب. تاني، لانه دي ملهاش علاقه بالفوتوشوب قوي في الجرافيك للامانه، هي دي ليها علاقه بانك حد يكون اشتغل في الريتاتشنج اتشقلب فيه شويه لحد ما وصل لايه، لحاجه يقدر يشتغل منها. تمام يا جماعه؟